السلام عليكم، مرحبا محب النباتات، أهلا بكم. في هذا الربيع تزهر الكثير من أنواع النباتات الزينة المزهرة، خصوصا نباتات الجيرانيوم الجميلة. تحدث اليوم عن نبات الجيرانيوم أو الجارونيا. هذا النبات يسمى كذلك الغرنوقي. هذا النبات الجميل من نباتات الربيع، يزهر في هذا الوقت في فصل الربيع، منه أنواع كثيرة. يعتبر من النباتات الشائعة أو النباتات الأكثر شيوعا، نبات شعبي معروف من القديم، يغرس في جميع حدائق المنازل، معروف كما ذكرت. الجيرانيوم الرائع، هذه زهرة جيرانيوم ملكي، يسمى جيرانيوم الملكي، خصوصا الأنواع الأوروبية تعتبر من أجمل الأنواع. ألوان كثيرة من أزهار الجيرانيوم، الأحمر، درجات الأحمر، الوردي، الأرجواني، الزهري يسمى كذلك، الأبيض، ألوان كثيرة من أزهار الجيرانيوم. نبات جيرانيوم من النباتات التي تنمو في جميع أنواع الترب، جميع أنواع الترب. الجيرانيوم نبات مزهر، لذلك يحب الشمس الكاملة خصوصا في فصل الشتاء والخريف والربيع. أما في الصيف الأفضل أن نضع نبات في مكان نصف مظلل، لأنه يتضرر من أشعة الشمس الحارقة طبعا، وكذلك في الشتاء يتضرر كذلك من برد الشتاء، لذلك يجب تعريضه للشمس في الأيام المشمسة وحمايته من صقيع الشتاء وبرد الشتاء خلال فصل الشتاء. ويعتبر نبات مقاوم عموما للأمراض، نادرا ما يصاب بالأمراض، لكنه لا يتحمل البرد الشديد، هذا النبات الجيرانيوم، ولا يتحمل الحر الشديد كذلك. انظروا هذه نبتة الجيرانيوم ذابلة بسبب ارتفاع لدرجة الحرارة هذه الأيام، النبات أصبح ذابل. سأعطيه ري طبعا. قبل أن نتحدث عن الري، النبات يحتاج إلى عناية، خصوصا إذا كان مغروس في الأسس. يجب أن نغرس النبات في تراب مخلوطة بالرمل والبيتموس، وإضافة السماد العضوي في الشتاء، الكومبوست الحيواني في الشتاء إلى تربة النبات. دائما يتم تحريك التربة لتهويتها، وكذلك جمع طبعا الأوراق الجافة. هكذا يمكن وضع الأوراق فوق التربة، تحلل مع الوقت كسماد نباتي، نبات عضوي. بالنسبة لري النبات، ككل نباتات الزينة يتم ري الجيرانيوم كل أسبوع خلال فصل الشتاء، وفي الصيف يتم ريه كلما جف سطح التربة، كل يوم بعد يوم أو بعد كل يومين، لأن النبات يعطش بسرعة. انظروا هذا النبات ذابل، دليل على أن النبات يحتاج إلى الري. الري عادة يكون في الصيف في الصباح الباكر أو في المساء، لا يجب ري النباتات خلال منتصف النهار، وهذا يؤثر على النبات. هكذا نعطي الري حسب حجم النبتة. الري الزائد طبعا يؤدي إلى صفرار الأوراق، هناك موجة غبار هذه الأيام وموجة حر، انظروا غبار على الأوراق. يمكن رش النبات بالماء لغسل هذه الأوراق. نبات جميل ما شاء الله، يزهر في الربيع وفي الصيف كذلك، وأحيانا يستمر إزهاره حتى الخريف حسب أنواع الجيرانيوم. يتم تقليم النبات في كل مرة خصوصا في الشتاء، وكذلك بعد انتهاء الصيف كذلك يمكن تقليمه في الخريف أو الصيف. كالورد الجوري، كلما تم تقليم الجيرانيوم في الأسس خصوصا أو في الحدائق، إلا وشجعنا النبات على إعطاء تزهير كثيف، أزهار كثيفة مثل الورد الجوري تماما. وأخذ أقلام الجيرانيوم كعقل للإكثار، أفضل موسم لإكثار الجيرانيوم هذا الوقت في الربيع، أحسن فرصة لإكثار الجيرانيوم بالعقل، ينمو بدون استعمال أي هرمون أو جل ألوفيرا.
ويمكن كثره في الخريف كذلك، ويمكن استعمال هرمونات لبعض الأنواع مثل الجيرانيوم الملكي، يمكن استعمال هرمونات خصوصا العقل الصغيرة، يمكن أخذ عقل قصيرة جدا هكذا، ننزع عقل قصيرة ونستعمل هرمون تجدير أو جل ألوفيرا مع نزع الأوراق السفلية ونزع الأزهار كذلك، إكثاره بسهولة. نبات جميل يحب الشمس، لكن نحرص على حمايته خلال الحر بتظليل النبات أو وضعه بخيمة تظليل أو وضعه تحت أمام ظل جدار أو في مكان مظلل أو نصف مظلل، طبعا نصف مظلل عفوا، لأنه نبات مزهر لا يحب الظل. طبعا التسميد يعطى للجيرانيوم ككل نباتات الزينة، سند الأمبيكي المتوازن مرة كل شهر خصوصا في أوقات النمو الخطري، وكذلك يمكن إضافة السماد العضوي في فصل الشتاء لأنه سماد يرفع من حمضية التربة، سماد الحيواني طبعا، والأفضل وضعه في تربة النبات خلال فصل الشتاء قبل أن يزهر النبات. طبعا نعتني به بكل سهولة، ننزع الأوراق الجافة خلالها فصل الصيف وفي الخريف كذلك، ويتم تقليم النبات حتى ينمو من جديد ويعطي فروع جديدة وأزهار كثيرة. نبات جميل يتم إكثاره بالعقل مثل هذه العقل الصغيرة وتنمو بسهولة في هذا الربيع. هذا اللون الأحمر إن شاء الله، وهذا اللون الأبيض. أشكال أزهار الجيرانيوم تختلف حسب نوع الجيرانيوم، منها هذا الشكل واللون كذلك، هذا اللون كذلك إن شاء الله. هذا نوع آخر من الأزهار، هناك أنواع متسلقة للأسف فقدتها هذا الصيف لأنها تضررت بسرعة من ارتفاع درجة الحرارة. أزهار الجيرانيوم على شكل نورات، مجموعة من الأزهار متجمعة على شكل نورة، منها الأزهار المذكرة والأزهار المؤنثة. هذه هي الأزهار المؤنثة أو النورات التي تحتوي على أزهار مؤنثة ومذكرة، هذه زهرة مذكرة وهذا الشكل الذي يشبه المنقار هو ثمار الجيرانيوم وتحتوي على بذور، هذه الزهرة المؤنثة يمكن جمعها أو جمع بذور الجيرانيوم من هذه الزهرة بعد أن تجف، هذا شكل المنقار، لذلك هو ينتمي إلى العائلة الغرنوقية تسمى أو البلاردانيوم نسبة لمنقار الكركي، طائر الكركي تسمى، هذا هو يشبه منقار الكركي أو طائر الكركي، لهذا تسمى بهذا الاسم. بعد أن تجف هذه يمكن جمعها، سأحاول نزع بذرة، هاهي هذا الرأس الأخضر عبارة عن بذرة ستنضج وتجف وتصبح بذرة. الجيرانيوم من النباتات سهلة الإكثار لكن يحتاج إلى بعض العناية خصوصا مع تغير حرارة الجو، لأنه من النباتات التي تتأثر بارتفاع درجة الحرارة. نبات جميل سهل الإكثار كما ذكرت، يمكن إكثاره بالعقل بكل سهولة ونغرسها بكل سهولة دون استعمال أي هرمون. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.